السيدات والسادة، نشرة الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. في البداية اسمحوا لي أرحب بزميلتي العزيزة شاهيناس جويش في ظهورها الأول في هذه الخدمة الإخبارية في نشرة الثانية مساء والخامسة مساء. أهلا بك شاهيناس. شكرا جزيلا لك زميلي العزيز جورج رشاد، وسعيدة بتواجدي معك في أول نشرة. شكرا. أهلا بك شاهيناس. نبدأ مع حضراتكم. البداية مع عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يلتقي وزير دفاع العراق ويؤكد حرص مصر على دعم بغداد لتجاوز التحديات كافة. في الملتقى السنوي الأول للرعاية الصحية، وزيرة الصحة تؤكد على التنسيق الكامل بين كل الجهات لتحقيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وفي أخبار الاقتصاد، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات مميكنة للمواطنين، وزير التموين يفتتح عددا من المشروعات التنموية بمحافظة السويس. إلى تفاصيل نشرة الأخبار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على التعاون مع العراق في كل المجالات خاصة الشق العسكري، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق الشقيق بدعمه الكامل لتجاوز كل التحديات التي تواجهه، بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية ويحافظ على أمنه واستقراره ويحقق التقدم والازدهار لشعبه الشقيق. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للفريق جمعة عناد سعدون وزير دفاع جمهورية العراق، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وقد تناول اللقاء التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين مصر والعراق، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب ورفع القدرات، فضلا عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب وزير الدفاع العراقي عن تطلع بلاده لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصة بعد نجاحها تحت قيادة الرئيس السيسي في أن تصبح نموذجا ملهما يحتذى به في منطقة تعاني من الأزمات والاضطرابات رغم ما تفرضه تلك الظروف الضاغطة من تحديات جسيمة. وأكد وزير الدفاع العراقي تقدير بلاده حكومة وشعبا للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على شتى الأصعدة. خلال أعمال الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن من أولويات تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الصحة كان إخلاء مصر من فيروس سي وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما تم تحقيقه بفضل جهود كل العاملين في وزارة الصحة رغم التحديات التي تزامنت مع انتشار فيروس كورونا. وأشارت إلى أن الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل هما الهدف الأسمى للمنظومة الصحية الناجحة. أولى شباب هيئة الرعاية الصحية كان كثير من التحديات، يعني ولم يكن أبدا حد يتخيل أن مع أزمة الكورونا يصمد النظام الصحي في بورسعيد، وبأيديهم الكريمة أهلوا 5 محافظات منهم محافظتين في أي وقت ممكن إن شاء الله يتم إطلاق التأمين الصحي الشامل فيه. الثاني بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمنظومة الصحية وعلى تقديره للمنظومة الصحية وعلى كثير من القرارات اللي تمثلت في قوانين بأمر من سيادته، منها مد سن المعاش للأطقم الطبية لسن 62 وإمكانية التعاقد لسن 65، منها صندوق مخاطر المهنة، منها الزمالة المصرية وتقويتها، كثير من القرارات سيادته أخذها، وطبعا التقدير الكثير اللي بيقدمه للعاملين في القطاع الصحي لتصديهم للكورونا. ومن بورسعيد ينضم إلينا مراسل أخبار مصر محمد حلمي. محمد، بعد مساء الخير. محمد، ضعنا بالتأكيد في تفاصيل الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية، تفضل.
تحياتي لك شهناز من مقر الملتقى الأول للاحتفالية بمرور عام على تطبيق وتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى بمحافظة بورسعيد. شهناز، دعني أؤكد لك في أرقام أن هناك أكثر من 30,000 عملية تدخل جراحي تم هنا في محافظة بورسعيد لأبناء المحافظة، منهم 12 عملية تدخلات جراحية حرجة، وبالتالي انتهت معاناة المواطن البورسعيدي في توفير خدمة علاجية مجودة تتوافق مع معايير الجودة العالمية هنا على أرض المحافظة من خلال المنظومة التأمين الصحي الشامل التي أحدثت طفرة نوعية من خلال ما يحدث هنا على أرض بورسعيد. معي الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية بهيئة التأمين الصحي الجديد الشامل. دكتور، كلمني في أرقام ما قدم للمواطن البورسعيدي على مدار عام من خلال هذه. طبعا في البداية طبعا أنا برحب بحضراتكم النهاردة وبشكركم على مشاركتكم لنا النهاردة في هذا الحدث اللي أنا بعتبره حدث تاريخي، اللي بيؤرخ لي اللحظات التاريخية اللي من خلالها ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان في هذا اليوم في نفس هذا اليوم من العام الماضي لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من المدينة الباسلة من محافظة بورسعيد. الحمد لله المؤشرات كلها إيجابية هنا في المحافظة، تم تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة صحية، تم عمل زي ما حضرتك قلت أكثر من 40,000 عملية جراحية، معظم هذه العمليات عمليات متقدمة لم تكن تم إجراءها هنا في محافظة بورسعيد يمكن في إقليم القنابل كامل. النهاردة هذه المحافظة أكدت بكل القيادات الشعبية والتنفيذية وكافة ممثلين الخدمات الصحية سواء من قطاع طبي حكومي أو قطاع طبي خاص على تكامل وتضافر كافة الجهود لإنجاح مشروع رئاسي. هذا المشروع كان حلم لكل المصريين منذ سنوات عديدة، يمكن من سنة 1995 كان المصريين بيحلموا بهذا الحلم. النهاردة هذا الحلم أصبح حقيقة. النهاردة مر عام على نجاح هذه التجربة في محافظة بورسعيد، انتقلت التجربة إلى محافظة الأقصر وقريبا جدا في محافظة الإسماعيلية ثم محافظة جنوب سيناء ثم محافظة السويس وأسوان وكافة محافظات الجمهورية تباعا. أنا سعيد جدا أن أنا بعيش في هذا العصر، عصر تحقيق الأحلام، عصر الإرادة المصرية وتكامل كافة الشركاء وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية. زي ما احنا شايفين النهاردة هذا المشروع هو مشروع دولة، يعني نجاح ينسب لكل الوزارات وكل المؤسسات وكل أجهزة الدولة. وزارة الصحة هي كانت المنوطة بتنفيذ هذا المشروع، ولكن لولا تعاون كافة الوزارات سواء كانت وزارة المالية وزارة التخطيط وزارة الاتصالات وزارة الانتاج الحربي والعديد من الأجهزة في مصر وتكاملت كل هذه الجهود لم يكن هذا المشروع ليخرج للنور. بمتابعة حثيثة من دولة رئيس مجلس الوزراء السيد المهندس الدكتور مهندس مصطفى مدبولي اللي بصراحة كان في متابعة حثيثة لهذا المشروع، وتحت أيضا متابعة مستمرة ملمة بكل التفاصيل من القيادة السياسية اللي النهاردة بنقدم لها كل الشكر والتقدير وبنبارك على نجاح هذه المنظومة اللي في عدد كبير جدا من الدول برغم أن ممكن يكون المستوى الاقتصادي لهذه الدول أكثر تحسنا من مصر لأنها لم تنجح في إنشاء نظام صحي متكامل زي النظام اللي احنا النهاردة بنشهده. والخبراء النهاردة اللي موجودين من كافة المنظمات والمؤسسات الدولية موجودين النهاردة علشان يدرسوا التجربة وكافة الدروس المستفادة من هذه التجربة ويوثقوا لهذا النجاح دوليا علشان نكتب تاريخ جديد للصحة في مصر، تاريخ للإصلاح الصحي الشامل. دكتور عادل تعيلب في عجالة رئيس فرع التأمين الصحي بورسعيد، كلمني مع هذا الكم الهائل من العمليات تطبيق معايير الجودة. هو يا فندم هي ارتبطت المنظومة كلها بمعيارين، هو معيار جودة الخدمة ورضا المنتفع. الحقيقة الحمد لله احنا نجحنا فيها كتير في تطبيق هذه المعيارين. احنا النهاردة بنحتفل مش بنحتفل بمرور سنة، احنا بنحتفل بنجاح المنظومة بعد المرور السنة. حققنا رضا منتفع، وصلنا لنسبة عالية جدا من رضا المنتفع انها تجاوزت 98% في بعض الأحيان. جودة الخدمات الصحية شهدت بها هيئة الرقابة والاعتماع على جميع المستويات سواء المراكز والوحدات أو المستشفيات، وعلى الخدمات الطبية التي تم استحداثها في هذه المنظومة خلال الفترة اللي فاتت.
إذن دعني أؤكد لك شاهناز أن هناك قبول واستحسان من قبل المواطن البورسعيدي لما يقدم له من خدمات تشخيصية وعلاجية تتوافق مع معايير الجودة العالمية من خلال تلك المنظومة التي أحدثت طفرة نوعية هائلة والتي ستتوالى في محافظات مصر، سواء في محافظة الأقصر أو الإسماعيلية أو جنوب سيناء وغيرها من المحافظات، لتشمل باقي محافظات مصر، لكي تنتهي معاناة المواطن المصري في إيجاد خدمة تشخيصية وعلاجية ترتقي لطموحاته. شكرا لك مراسل أخبار مصر محمد حلمي، وشكرا لضيوفك الكرام من محافظة بورسعيد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن وقف المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا، وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لهذا الأمر على الإطلاق، مشددة على استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة بكامل طاقتها، مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لحماية المرضى وفصلهم عن المصابين بالفيروس. وأكدت وزارة الصحة الدور المحوري لتلك المبادرات في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح مستثمر أجنبي، وأوضحت وزارة الإسكان أن الدولة تعكف حاليا على تنفيذ مشروع لتطوير منطقة ماسبيرو بهدف تعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة، وذلك عن طريق القضاء على العشوائيات فيها وإضافة عناصر جذب للتجارة والسياحة إليها. كما أشارت وزارة الإسكان أنه سيتم إعادة تسكين الأهالي الذين اختاروا العودة للمنطقة ورفضوا التعويض المادي أو الانتقال إلى مدن جديدة، حيث تقرر تخصيص جزء من الأبراج السكنية بالمنطقة لهم، وذلك حرصا على توفير مسكن آمن ومتميز للمواطنين الذين كانوا يعيشون بهذه المنطقة. وجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تشير توقعات الأرصاد إلى استمرارها حتى غد الجمعة. وفي محافظة القاهرة واصل المحافظ خالد عبد العال جولته بعدد من أحياء وشوارع العاصمة للتأكد من الانتهاء من عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق. كما أكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة موجودون بالشارع تحسبا لسقوط أمطار اليوم. كان محافظو القاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط قد قاموا بتعليق الدراسة اليوم، كما تقرر استمرار تعليقها في الإسكندرية نظرا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية. أدانت مصر بأشد العبارات استهداف ميناء الشقيق بجنوب المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن إلحاق أضرار بناقلة نفط يونانية، وذلك عقب تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي من جانب القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن. وأكدت مصر مجددا استنكارها الشديد للممارسات العدوانية الغاشمة التي تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة، وبما يمثل تهديدا مباشرا لحرية التجارة الدولية وأمن وحرية الملاحة الدولية. كما شددت القاهرة على دعمها للرياض فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها. أكد مجلس النواب البحريني رفضه التام لحادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل البحرينية من قبل دوريات قطرية، وجدد مجلس النواب البحريني استنكاره للتصرفات القطرية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي، موضحا أن الحادثة وقعت في مياه المملكة الإقليمية. وأيد المجلس حق مملكة البحرين في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، مجددا دعوته لحكومة قطر لاحترام القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة والاتفاقات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون الخليجي.
توفي الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الأسبق وزعيم حزب الأمة القومي عن عمر ناهز 85 عاما. وتوفي المهدي في دولة الإمارات التي نقل إليها لتلقي العلاج بعدما أصيب بفيروس كورونا. وأعلن مجلس الوزراء السوداني حالة الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم. ونعى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، مشيرا إلى أنه كان آخر رئيس وزراء منتخب في السودان وأحد أهم رجالات الفكر والسياسة والأدب والحكمة. أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بدء المرحلة النهائية من الهجوم على عاصمة إقليم تيغراي، وذلك غداة انتهاء مهلة الأيام الثلاثة التي منحها للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للاستسلام قبل شن الهجوم. يأتي ذلك بينما أعلن السودان ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين بولايتي القطاف وكسلة شرق السودان إلى 42,217 لاجئا. تجدر الإشارة إلى أن مبعوثين أفارقة كانوا قد وصلوا إلى إثيوبيا أمس الأربعاء في محاولة لحل الأزمة قبل ساعات من انتهاء المهلة. وتخشى جماعات حقوقية أن يؤدي أي هجوم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. صوت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح حث الحكومة في باريس للاعتراف بجمهورية ناغورنو كاراباخ والسعي من أجل استئناف المباحثات الرامية إلى تسوية تفاوضية ودائمة للنزاع. يأتي ذلك غداة إعلان الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف استعادة السيطرة على مقاطعة كلبجر المتاخمة لإقليم ناغورنو كاراباخ، وذلك في إطار تطبيق الاتفاق المبرم مع أرمينيا برعاية روسية. قضت محكمة تركية بالسجن مدى الحياة على 337 شخصا من بينهم ضباط وطيارون في سلاح الجو التركي، وبالسجن لمدد مختلفة على 60 شخصا آخر، وذلك في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الرئيس رجب طيب إردوغان عام 2016. وقد برئ 75 شخصا فقط من بين نحو 500 شخص مثلوا أمام المحكمة بتهم محاولة قلب النظام في تركيا ومحاولة اغتيال الرئيس إردوغان والقتل العمد. حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من عدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية، وفي كلمة ألقاها في مدينة ويلمتون بمناسبة عيد الشكر دعا بايدن الأمريكيين إلى إنهاء حالة الانقسام التي حدثت في أعقاب الانتخابات الرئاسية. وناشد بايدن الأمريكيين بالتخلي عن التجمعات العائلية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتعهد مجددا بجعل مكافحة كورونا أولوية قصوى عند توليه المنصب رسميا في يناير المقبل. أعلنت الرئاسة في الأرجنتين وصول جثمان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا إلى القصر الرئاسي تمهيدا لإقامة مراسم تشييع جثمانه. وذكرت الرئاسة الأرجنتينية أن مئات المواطنين من محبي مارادونا اصطفوا منذ الصباح الباكر أمام القصر الرئاسي لإلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا الذي توفي مساء أمس عن عمر ناهز 60 عاما بسبب أزمة قلبية. وكانت الرئاسة الأرجنتينية قد أعلنت أمس الحداد العام لمدة 3 أيام على وفاة مارادونا. خبر تسبب في صدمة كل عشاق كرة القدم، وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا عن عمر ناهز 60 عاما إثر إصابته بسكتة قلبية. أسطورة كرة القدم أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى عقب خضوعه لعملية جراحية إثر جلطة دماغية.
مارادونا بدأ مسيرته الكروية عام 1976 بقميص نادي أرجنتينيس جونيورز، لينتقل بعدها لنادي بوكا جونيورز، ثم انتقل لبرشلونة لمدة موسمين فقط قبل أن يتوهج مع نابولي الذي خاض معه 7 مواسم ناجحة بكل المقاييس، ليقرر بعدها أسطورة الأرجنتين العودة مجددا لإسبانيا من خلال بوابة نادي إشبيلية الذي لعب في صفوفه موسما واحدا فقط. وفي عام 1993 قرر مارادونا العودة لمسقط رأسه واللعب لفريق نيولز أولد بويز ويختتم مسيرته في نادي بوكا جونيورز. أسطورة الساحرة المستديرة لعب أول مباراة مع منتخب الأرجنتين عندما كان عمره 16 عاما وشارك في أول بطولة لكأس العالم عام 1982 ليخوض مع التانجو 4 بطولات لكأس العالم بما فيها بطولة المكسيك لعام 1986 والتي قاد فيها منتخب بلاده للتتويج باللقب الوحيد في تاريخ الأرجنتين بعد الفوز على ألمانيا الغربية بهدف مثير للجدل، كما قاد الأرجنتين لنهائي مونديال 1990. وعلى المستوى التدريبي تولى مارادونا تدريب منتخب الأرجنتين خلال مونديال 2010 وكانت آخر محطاته التدريبية في نادي خيمنيسيا لابلاتا في الأرجنتين. مارادونا يعتبر من أكثر الشخصيات الرياضية المثيرة للجدل حيث تم إيقافه لمدة 15 شهرا عام 1991 من لعب كرة القدم بعد ثبوت تعاطيه مخدر الكوكايين، ليقرر مارادونا اعتزال كرة القدم عند عمر 37 ويعاني بعدها من أزمات صحية عديدة بسبب إدمان المخدرات والكحوليات. مسيرة رياضية هي الأبرز بين لاعبي كرة القدم، وضعت مارادونا على القمة وجعلته أسطورة داخل المستطيل الأخضر الذي طالما أمتع فيه الجماهير، ليخرج مارادونا بلا عودة ولكن هذه المرة من ملعب الحياة. استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى الرحلات السياحية القادمة من أوزبكستان وعلى متنها 160 سائحا. تأتي هذه الرحلة ضمن تسيير خط جوي بين أوزبكستان وشرم الشيخ بمعدل رحلة أسبوعية حتى نهاية الموسم الشتوي الحالي، وكذلك ضمن استراتيجية فتح أسواق سياحية جديدة في منطقة وسط آسيا وإفريقيا وتنويع مصادر حركة الركاب من وإلى المطارات المصرية. بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، قامت جامعة عين شمس احتفالية تحت عنوان تمكين ذوي القدرات الخاصة لا للتنمر. الاحتفالية أقيمت تحت رعاية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة والصناعة. تمكين ذوي الهمم هدف تسعى إليه الدولة من خلال تفعيل القوانين الخاصة بدمجهم ليتاح لهم الفرصة للتعبير عن قدراتهم الكامنة ليكونوا أداة فاعلة في المجتمع. نفسي أبقى دكتورة. ليه؟ عشان أنا بحب أساعد الناس وبكشف عن الناس. رسالة تحدي تعبر بها ملك عن نفسها، فمن المنيا جاءت بصحبة والدتها لتشارك في معرض واحتفالية لذوي الهمم بجامعة عين شمس. الأب والأم هم حجر الأساس في شخصية الأطفال ذوي الهمم، لو هو واثق في ابنه وحطه كده خلاص ده حاجة وأكيد ربنا ادهولي عشان أحقق بيه هدف هيوصل ده للابن أو للبنت. وعايز أقول لحضرتك إن هم مستحيل في وقت من الأوقات بياخدوا منطقتنا، بالعكس ده هم اللي بيشحنونا. وأقامت جامعة عين شمس احتفالية بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. فئة كانت واخدة حقها بدرجة معينة دلوقتي الحمد لله بتكبر أوي الدرجة دي، سواء انتقل الكلية أو الجامعة أو المجتمع المحيط بينا أو الدولة كلها، فاحنا ماشيين في نفس السياق وبنشجعه، وكل الدعم من جامعة عين شمس لذوي الاحتياجات الخاصة سواء كمركز أو بصفة عامة في المجتمع المحيط بينا. الاحتفالية التي نظمتها كلية الدراسات العليا للطفولة جاءت تحت عنوان تمكين ذوي القدرات الخاصة لا للتنمر. كل اللي بيهمنا نقدم خدمة متكاملة للطفل ذوي الاحتياجات الخاصة. عندنا وحدة تكامل حسي مش موجودة في حتة، بترعاها أساتذة طب النفسي، عندي علاج بالأكسجين،
برضو تحت إشراف الدكاترة بتوعنا. عندنا العلاج المائي، عندنا العلاج الطبيعي، تبول وتبرز لا إرادي في التحكم فيهم، عندنا خدمات مقدمة أكثر من 33 خدمة في مكان واحد. ويطالب ذوي الهمم بمعارض مستديمة خاصة بمنتجاتهم. عايزين مكان للمعاقين بالظبط ان هم يعرضوا حاجتهم، لان في فنانين، يعني في ناس كتيره ممكن يكون احسن مني كمان شغلهم حلو جدا، فياريت يكون في مكان الناس دي تتجمع فيه تعرض فيه منتجاتها. وتستهدف جامعة عين شمس زيادة الوعي بقضايا الإعاقة. من جامعة عين شمس، محمود العزالي، التلفزيون المصرية. مشاهدينا الكرام، النشرة الاقتصادية، مرحبا بحضراتكم. افتتح الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مبنى السجل التجاري النموذجي بالغرفة التجارية بالمحافظة. كما اطلع الوزير على الخدمات المقدمة من المكتب للمواطنين والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة. وأكد المصلحي أن كل الخدمات التي تم افتتاحها تساهم في الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، مشيرا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من ربط قواعد البيانات الخاصة ب 95 مكتب سجل تجاري، وبدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية. أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن 46,475 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد حتى 18 من شهر نوفمبر الحالي. وأشار إلى أنهم سددوا 7.2 مليار جنيه في إطار ضريبة الدخل والقيمة المضافة، في حين تجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة. وأضاف معيط أن ذلك يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا، ويساعد على استمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة. سجلت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية خلال تعاملات اليوم متأثرة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب، وانخفض المؤشر الرئيس EGX30 بنحو 0.8% ليصل إلى مستوى 10,981 نقطة. كما تراجع المؤشران EGX70 وEGX100 EWI متساوي الأوزان بنسب تراوحت بين 1.2% و1.5%. أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ضرورة عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك يضم شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ووزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى لعرض مشروعات شبكات الحماية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة. وخلال لقائها مع وزيرة التضامن الاجتماعي نيفيني قباج، أعربت المشاط عن اتفاقها مع وزيرة التضامن على أن يكون عام 2021 هو عام عرض للإصلاحات والجهود التي تتم في مجال الحماية الاجتماعية وتنظيم العمل الأهلي على المجتمع الدولي، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولي لعرض الإصلاحات التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات. أكد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أهمية دور الشركات البيلاروسية في نقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المصري، خاصة في القطاعات الخدمية وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة مع سفير بيلاروسيا لدى مصر، حيث اتفق الجانبان على قيام السفارة البيلاروسية بموافاة الهيئة بقائمة مستهدفة من الشركات المهتمة بالاستثمار في مصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار. أعلنت شركة ألفاريز أند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة انسحابها من عمليات التدقيق الجنائي لمصر في لبنان المركزي، مرجعة هذا القرار إلى عدم تلقيها المعلومات اللازمة لإتمام المهمة. ويمثل القرار انتكاسة بالنسبة للبنان، نظرا لأن التدقيق أحد مطالب المانحين الأجانب الرئيسية لمساعدة البلد في تجاوز الانهيار المالي.
نهاية الثانية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يلتقي وزير الدفاع العراقي ويؤكد حرص مصر على دعم بغداد لتجاوز التحديات كافة. في الملتقى السنوي الأول للرعاية الصحية، وزيرة الصحة تؤكد على التنسيق الكامل بين كافة الجهات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني maspero.eg. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة. في أمان الله. رانيا محمود تأتيكم في تمام الرابعة مع النشرة الاقتصادية، ويتجدد لقاؤنا بحضراتكم في تمام الخامسة مع نشرة إخبارية جديدة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.